بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. طبعا كلنا تأثرنا بالحدث بتاع الصبح، كنيسة اللي في إمبابة. ربنا نيح نفس الناس اللي تنيحت ويعزي أسرهم ويقوموا بالسلامة للناس اللي هم مجروحين ومصابين. بس أنا ليا كلمة غريبة بس تسمعوني فيها. إحنا ككنيسة أحياناً بنقصر في إجراءات السلامة وإجراءات الوقاية، طفايات الحريق، الخراطيم، توصيلات المية. طبعاً ربنا هو اللي بيستر، ما نقدرش ننكر، بس في جزئية علينا لازم تتعمل، لأن لما بتحصل حاجة زي كده، لما بيبقى العملية صغيرة في الأول بتبقى السيطرة عليها سهلة، لكن طبعا لما بتبقى صعب السيطرة عليها بعد كده. النهاردة علينا سر المعمودية، وانا عرفت انكم اتكلمتوا عن السبع كنايس بتوع سفر الرؤيا، وهتاخدوا السبع اسرار بتوع كنيستنا القبطية. فانا الاولاني يعني هاخد ايه سر المعمودية. بص بقى الكلمتين اللي هقولهم دول تحفظهم، مش تسمعهم، حاول تاني. الكلمتين اللي هقولهم دول ايه؟ تحفظهم. ايه اللي احنا خدناه في المعمودية؟ احفظ الكلمتين اللي هقولهم لك دول. لو احنا تصورنا ان حد مديون بمبلغ مثلا 100,000 جنيه، اي رقم يعني، ومعهوش يدفع الراجل غلبان، ايه اللي هيحصل معاه؟ هيرفعوا عليه قضية ويحكموا عليه ويسجنوه. طيب واحد غني قال لي لا 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 يا فلان، ده انا بحبك قوي، انا ما احبش ان انت تتسجن، ده انا هدفع الفلوس دي عنك. كويس، دفع المبلغ، انا خدت ايه كده؟ براءة. وطلعت من السجن، والبراءة دي بقى انا معايا كام مليم في جيبي؟ ولا حاجة. فالراجل الغني قال لي لا، ده انا بحبك قوي، انا هديك كل ما املك، كل ما هو لي يبقى ايه؟ لك. اذا انا مش براءة المرة دي، ده براءة وايه؟ وخدت بنوة للراجل الغني ده. يبقى خدت كم مرحلة؟ ها؟ كم مرحلة دول؟ 2، ان انا خدت براءة الاول، ها؟ وان انا بقيت ابنه، فبالتالي انا خدت مرحلتين. المعمودية مش بناخد مرحلتين، بناخد 3. بناخد 3، احفظ الثلاث حاجات دول. بناخد حاجات كتير، بس الثلاثة دول مهمين قوي تحفظهم. بناخد اولا غفران خطايا، ما هي الخطية دي دين عليا والحكم بتاعها موت، فانا خدت غفران خطايا، ده اول مرحلة. وخدت بنوة لله، بقيت ابن لله، دي كان تاني، دي تاني مرحلة. تالت مرحلة خدت سكن الروح القدس جوايا في سر الميرون اللي هتتكلموا عنه بكرة. يبقى أنا في المعمودية خدت إيه؟ 3 مرات. احفظهم كويس، غفران خطايا، ها؟ بنوة لله، سكن الروح. هقولهم تاني، غفران خطايا، ها؟ بنوة لله، ها؟ وسكن الروح القدس. 3 حاجات. كنت استحق حاجة منهم؟ لا، ما كنتش استحق حاجة منهم. عشان كده بولس الرسول بيقول متبررين مجانا بنعمته. كل ده خدناه بنعمة من الله. متبررين ايه؟ مجانا. هتسمع الكلمة دي، البر بالمسيح. اخدنا البر بالمسيح. ايه هو البر بالمسيح؟ 3 حاجات اللي انا قلت لك عليهم. 3 حاجات اللي انا قلت لك عليهم، غفران خطايا، بنوة لله، سكن الروح. 3 ورا بعض. طب وخدتهم بقى وخلاص كده ضمنت اخش الملكوت؟ لا. يقول لك كده، نحن عمله، عمله يعني خلقنا،
مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لنسلك فيها. يعني مطلوب مننا بعد ما خدنا الثلاث حاجات اللي أنا قلت لك عليهم دول إن احنا نسلك في إيه؟ فأعمال صالحة. واخدين بالكم؟ ده بولس الرسول اللي بيقول. بولس الرسول برضو سألوه إيه رأيك في الختان ولا في الغرلة؟ الأمم ولا اليهود؟ ألا الختان ولا الغرلة بل الإيمان العامل بالمحبة. يعني لا الختان هيدخل ولا الغرلة اللي هيدخل الإيمان الذي يظهر في شكل أعمال محبة. والحاجة اللي قالها المسيح نفسه قال كده، قال لما يجل في نهاية العالم يعني يأتي الملك ويجلس على كرسي هيجيب ناس يمين وناس شمال، دول أنا كنت جعان أكلتوني، كنت عطشان سقيتوني، كنت عيان زرتوني، دي إيه كل الحاجات دي؟ أعمال محبة. والناس التانية دول مؤمنين برضو، آه مؤمنين بس مش هيخشوا، أصلا أنا كنت جعان ما أكلونيش، كنت عطشان ها ما سقونيش. إذن إحنا خدنا البر بالمسيح في المعمودية ثلاث حاجات، ومش بس كده، ده عشان نسلك في أعمال صالحة، عشان نسلك في أعمال محبة. ويعقوب بيقول الإيمان بدون أعمال إيه؟ ميت. فهمنا الكلمتين دول؟ حفظناهم ولا لسه؟ أقولهم تاني؟ لازم يتحفظوا، لازم يتحفظوا. ماشي؟ كده نقدر نوم نروح خلاص، أنا خلصت العزة على كده. إيه رأيكم؟ نكمل ولا نكملش؟ نكمل. طيب أدام هنتكلم عن المعمودية، في حاجة اسمها الإعداد للمعمودية. في حاجة اسمها إيه؟ الإعداد للمعمودية. يعني إيه؟ كان زمان الناس بتتعمد كبيرة في السن، فكان لازم يعلموهم الإيمان المسيحي الأول قبل ما يعملوا إيه؟ المعمودية. فلازم يعلموهم، فكان اسمه تعليم الموعظين. الموعظين دول ناس عايزين يخشوا مع المسيح، عايزين يبقوا مسيحيين، لكن بنعلمهم الإيمان المسيحي الأول. فكان في القرن الرابع والخامس مجموعة عظات اسمها العظات للموعظين، وكان أشهر موسم لعظات الموعظين ده في الصوم الكبير. ليه؟ لأن عادة كانت المعمودية بتتم في أسبوع الآلام، يا إما في عيد القيامة يا إما قبليه بأسبوع، وبالتالي كان يقضوا الصوم الكبير كله إيه؟ عظات للموعظين. إيه الموضوع الأساسي اللي الناس بتتعلمه؟ الموضوع الأساسي اللي الناس كانت بتتعلمه هو شرح قانون الإيمان. عارفين قانون الإيمان اللي احنا بنقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب كده؟ ده كان يمسكوا بقى ايه الأسقف ويبتدي يشرحوا جزء جزء، ازاي احنا بنؤمن بإله واحد، ازاي في ثلاث أقانيم، ازاي في ان المسيح اتجسد، ازاي اتصلب، ازاي قام من بين الأموات، نؤمن بالروح القدس، ايه إيماننا عن الروح القدس، نؤمن بالكنيسة الواحدة، ايه إيماننا عن الكنيسة، وهكذا. يبقى مجموعة عظات كلها بتدور حوالين ايه؟ قانون الايمان. ليه؟ لان احنا بنسلم الموعظين، بنسلم الموعظين الايمان المسيحي في اخر الصوم الكبير او ساعات في احد القيام. وبالتالي كانت هذه العظات موجودة تحت ايدينا لحد دلوقتي، اشهرهم القديس كيرولوس الاورشليمي عمل مجموعة عظات عن الموعظين، عظات للموعظين. يبقى أول موضوع نعرفه إن في حاجة اسمها الإعداد للإيه؟ للمعمودية. ممكن يكون إحنا دلوقتي كل واحد بيعمد الطفل بتاعه وبيتعمد على اعتبار إيمان أهله. يعني إيه؟ يعني إيمان أبوه إيمان أمه، فإيه؟ بيبتدي هما اللي بيتكلموا عنه وبيقولوا قانون الإيمان عنه. هنخش بقى في النقطة التانية اللي هي المعمودية نفسها. المعمودية نفسها أغلب الناس تعرف إن المعمودية ثلاث مرات في الجرن المعمودية ويلبس لبس أبيض لما يطلع. فعلا الكلام ده مظبوط 100%.
لكن في حاجات قبليها بتتعمل. ايه اهم حاجة؟ الاول بنعمل تحليل للمرأة، بنقرأ عليها، وبعدين نبتدي الصلوات الاولانية. بنصلي على الزيت علشان نرشم الطفل بالزيت. خد بالك احنا عندنا ثلاث انواع من الزيوت في المعمودية، ثلاث انواع من الزيوت في المعمودية. الزيت الاولاني هو زيت سبت الفرح، وده زيت عادي بنصلي عليه ونرشم بيه الطفل الرشومات الاولانية. بعديه بنعمل حاجة اسمها طقس جحد الشيطان. طقس جحد الشيطان، الام بتشيل الطفل، او لو كان هو واحد كبير فبيتكلم عن نفسه، ويبص ناحية الغرب، يرفع ايده ويبتدي يقول اجحدك ايها الشيطان وكل قواتك وكل شياطينك الرضية وكل 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 اجحدك اجحدك اجحدك. قديس كيرلس الاورشليمي بيقول الغرب هو جهة الظلمة المنظورة، نظرا لان الشيطان الذي صارت الظلمة نصيبه ومملكة مملكة الظلمة، لذلك فاننا حينما تتجه بطريقة رمزية ناحية الغرب فانك بذلك تجحد هذا المغتصب المظلم المعتم. اذا بيبص ناحية الغرب ويعمل ايه؟ جحد الشيطان. في نقطة مهمة قوي لازم نفهمها، من السهل ان احنا نقف ونجحد الشيطان ونقول له اجحدك اجحدك اجحدك، لكن السؤال هل انا بجحده بعملي ولا لما يوشوشني بحاجة بعملها؟ خد بالك ان جحد الشيطان ده جزء اساسي من طقس المعمودية، كلنا عملناه لما كنا اطفال صغيرين والام شالتنا ورفعت ايدها وقالت الكلام ده. بس لازم تفتكر انك مطالب ان تجحد الشيطان كل يوم في ايه؟ في اعماله. افتكر كده النهاردة او اي يوم يعني زي ما انت عايز، وفكر كده انت جحدت الشيطان ولا سمعت كلامه؟ ما هو مثلا لما يقول لي يعني على فكر وحش، لما يقول لي اعمل حاجة مش عارف ايه، لما يقول لي ازرع بغضة في حتة الفلانية، لما يقول لي قول كلمة وحشة كذا وانا نفذ، يبقى انا كده بجحد الشيطان ولا كده بطيع الشيطان؟ اذا كان جحد الشيطان هو عملية اساسية من طقس المعمودية فلازم تبقى مستمرة، ان انا في حياتي كل يوم بجحد الايه؟ بجحد الشيطان. من القصص الحلوة قوي اللي موجودة في سفر التكوين، ان ابرام بعد ما رجع من حرب كدر لعمر قابل اتنين ملوك، قابل اتنين ملوك. الملك الاولاني هو ملك سدوم، قال له بص اديني النفوس وخد انت الممتلكات، خد ممتلكات زي ما انت عايز. قال له ابدا ولا شراك نعل، لئلا يقولوا انت اغنيت ايه؟ ابرام. يبقى ده عمل له ايه؟ عمل له بلوك، مش كده بيقولوا عمل له بلوك في فيسبوك. الملك الثاني قابل ملك صادق، وملك صادق ده ملك سليم، وانتوا عارفين سليم او اورشليم دي مدينة عالية، يعني الملك ده اضطر يعمل ايه عشان يقابل ابرام؟ ينزل. وبالفعل نزل وقابل ابرام، قدم له بركة سماوية، مبارك ابرام من الله العلي، مبارك الله الذي اسلم ايه؟ اسلم اعدائك ليديك، وقدم له خبز وحمر وخد منه العشور. يبقى هنا ملك صادق ده الملك اللي ابرام اتعامل ايه معاه. يا ترى انا لما بقابل ملك سدوم بتعامل معاه ولا لا؟ ما هو اللقاء ده بيتكرر معايا زي ما اتكرر مع ابرام، بس ابرام عمل بلوك لمين؟ لملك سدوم، وقبل او عمل اكسبت الملك مين؟ ملك صادق. هي نفس القصة، ما زال كل يوم بقابل الاتنين ملوك دول. معلش يا ابونا ما قدرتش اجي القداس، اصلا انا كنت مكسل شوية. مكسل شوية دي معناها ان انا عملت بلوك لمين؟
لملك صادق. المسيح عرض نفسه علي خبز وخمر وانا نمت وكسلت. واخدين بالكم اللقاء ده لقاء ايه؟ حي. اذا كان جحد الشيطان جزء اساسي من طقس المعمودية فلازم يبقى جزء اساسي من حياتي كل يوم. زي ما بجحد الشيطان ناحية الغرب ببص ناحية الشرق واقول اعترف لك ايها المسيح الهي وكل نواميسك المخلصة، اعمل اكسبت لربنا يسوع المسيح واعمل بلوك للشيطان. المفروض ده يحصل كل يوم. دي مش عملية اتعملت مرة ونسيناها، لا كل يوم باجي الكنيسة في المعاد، كل يوم بقدم اعتراف، كل يوم بقرأ انجيل، بصلي، انا بعمل اكسبت لربنا يسوع المسيح. وكل يوم بكسل، كل يوم بعمل خطية، انا بعمل ايه؟ بروح الناحية التانية. انك عندما تجحد الشيطان وتكسر الميثاق القديم مع الجحيم حينئذ ينفتح امامك فردوس الله، ذلك الفردوس الذي غرسه الله في المشرق ومنه قد طرد ابونا الاول بسبب عدم طاعته. عدم طاعة آدم خلته يخرج من الفردوس، لكن هذا الفردوس يتفتح لو احنا عملنا جحد للشيطان والاعتراف بربنا يسوع المسيح. المسيح هو شمس البر، فعشان كده بنبص ناحية الشرق. يقول لك كده في سفر الرؤيا: لا يحتاجون إلى سراج أو نور الشمس، لأن الرب الإله ينير عليهم. الرب الإله ينير عليهم. إذن واضح إن احنا هنا بقى قدام طقس أساسي موجود وما زال موجود في كنيستنا القبطية: جحد الشيطان ناحية الغرب والاعتراف بالمسيح ناحية الشرق. بعديها بندهن بزيت اسمه زيت الفرح، زيت الغليلاوي، عشان نتغرس في شجرة الزيتون الدسمة. ايه حكاية شجرة الزيتون الدسمة دي؟ بولس الرسول بيقول ان الشجرة الدسمة دي شجرة اللي فيها الانبياء وفيها الابرار وفيها الصديقون، لكن لاننا احنا من الامم فاحنا شجرة برية، زيتونة برية، بنتاخد ونتطعم فين؟ في الشجرة الدسمة. اقول تاني، بولس الرسول بيقول ان الزيتونة الدسمة هي زيتونة الانبياء والابرار والصديقون، لكن احنا امم شجرة زيتون برية. برية يعني بعيدة عن الشجرة الدسمة دي خالص. خدنا وطعمنا فين؟ طعمنا في الشجرة الزيتون الدسمة عشان تبقى احنا كمان لنا الميراث. ان كنتم للمسيح يسوع فانتم نسل ابراهيم وحسب الموعد ورثة. يبقى وارثين للاباء، وارثين لدسم الزيتونة المقدسة. ودي نقطة مهمة جدا، ان من نعمة ربنا علينا ان احنا صرنا ورثة لله، ولنا الميراث الابدي، ولنا الميراث الابدي. عادة طبعا بعد ما بيندهن اللي هيتعمد بزيت الغليلاون بيبتدي يخلع ايه؟ هدوم. بيبتدي يخلع هدوم. خلع الثياب ده إشارة لخلع الإنسان العتيق. يقول لك كده: إنك بمجرد أن دخلت الأوضة، أوضة المعمودية يعني، قد خلعت عنك ردائك. خلع ثيابه الخارجية وحذائه، فهو عار بمثابة صورة خلع الإنسان العتيق وأعماله. والثوب القديم رمز للموت،
وبالمعمودية يلبس رداء عدم الفساد. رداء عدم الفساد اللي احنا بنرمز له باللبس الايه؟ الابيض. اللي احنا بنرمز له بعد ما يطلع من المعمودية بيلبس اللبس الايه؟ الابيض. يبقى رمز للانسان الجديد ورمز لعدم الفساد. احكي لكم حتة قصة كده على الجنب يعني. فمرة من المرات جولي مجموعة أطفال صغيرين، أنا قعدت ماسك الرحلات في الدير بتاع 7 سنين، فسألت هم دول مدارس أحد؟ فرد الخادم اللي معاهم قال لأ، دول مدرسة شمامسة. كانت لسه موضوع مدرسة الشمامسة ده موضوع جديد ابتدى بيه مدينة نصر، كنيسة بابا أثناسيوس مدينة نصر، وانتشر في بقية الكنائس. فأنا بقى قعدت معاهم، إيه دول مجموعة شمامسة؟ قلت لهم بقى إيه رأيكم؟ كان لسه وقتها قداسة البابا شنودة الثالث يعيش. ايه رأيكم لو البابا شنودة جه عندكم في الكنيسة؟ العيال اتنططت. البابا هيجي لنا؟ لا يا ابني مش هيجي لكم، انا بقول يعني لو جالكم، يعني انا بحاول اقول يعني مثل، يعني العيال اتنططت، يعني قاعدة على الارض هنا كله اتنطط قدام ماشي. وبابا شنودة لما جه الكنيسة نسي يجيب معاه التاج الحلو اللي بيلبسه ليلة العيد، ينفع يصلي من غير التاج الحلو؟ فقالوا لي اه طبعا ينفع يصلي من غير التاج. ماشي. طيب ما جابش البورنوس اللي بيبقى عليه الرسومات والشغل واللي بنشوفه ده، ينفع يصلي من غير البورنوس يا اولاد؟ قالوا اه ينفع يصلي من غير البورنوس. ماشي. كان نسي الصدره اللي عليها ال 12 تلميذ يمين وشمال، ينفع يصلي من غير الصدره؟ قالوا اه ينفع يصلي من غير الصدره، مفيش مشكله. ماشي. طب نسي يجيب التونيا، ينفع يصلي من غير التونية؟ فوجه طالع كده قال انا هجيب له تونية ابونا يصلي بيها، بس لازم يصلي. الواد عارف ان ما ينفعش من اول الابسلطوس الصغير لحد قداسة البابا الجالس على كرسي ماري مرقص انه يصلي قداس من غير التونية البيضة. واخدين بالكم معناها ايه؟ معناها انه طقس الكنيسة عايز يقول لنا يا جماعة ما ينفعش ان احنا نقترب من الاسرار وقلوبنا مش بيضة. واخد بالك الطقس لما يقول لك تونيا بيضة هو عايز بالاولى ايه؟ القلب من جوه، عايز بالاولى القلب من جوه. الثياب البيضاء هي رمز القلب طاهر، الثياب البيضاء هي اللون الذي تفضله السماء. اقرا في سفر الرؤيا كده هتلاقي المسيح لابس ابيض ومتمنطق بمنطقه من ذهب، هتلاقي ال 24 قسيس حواليه لابسين ابيض، هتلاقي الملائكه بلون ابيض، حتى الناس الذين خرجوا من الضيقه العظيمه يقول لك بيضوا ثيابهم في دم الخروف، اعطوا ثيابا بيض وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. إذن اللون الأبيض هو اللي مطلوب، مش بس تونيا بيضة من بره، ده قلب أبيض منين؟ من جوه. فعشان كده بيقولك أنت بتخلع القديم عشان تلبس الجديد، الإنسان العتيق والإنسان الجديد يرمز لها في الطقس أنه بيقلع هدومه القديمة ويلبس اللون الأبيض. وعشان كده بقى احنا ابتدينا ايه نبدع في موضوع اللي نعمل لها فستان واللي نعمل له تونيا واللي نعمل له مش عارف ايه، تلاقي بقى ايه الاباط يفننوا في موضوع هدوم المعمودية اللي لونها ابيض. لكن هي الهدف ان احنا نوضح ان المعمودية هي انسان عتيق بنخلعه وانسان جديد بنلبسه. بس خد بالك في مسؤولية، ان هذا الانسان الجديد لازم يكون لنا سلوكيات الإنسان، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل مين؟ لإنجيل المسيح. الموضوع مش لبس أبيض بلبسه، لكن هو حياة بيضة بعيشها. أكرر تاني، المعمودية فيها اللبس الأبيض رمز للإنسان الجديد، لكن مش مجرد لبس أبيض بلبسه، لكن احنا عايزين قلب أبيض، سلوكيات، حياة من جوه، حياة ايه؟ نقية. النزول الى بركة المعمودية. طبعا كلنا عارفين انه الانسان بيعتمد 3 مرات
أعمدك يا فلان باسم الآب والابن والروح القدس على مثال موت المسيح وإيه؟ وقيامته. على مثال موت المسيح وقيامته. يقول لك يعتبر كأنه نزول إلى مياه الموت التي هي مستقر شيطان البحر على ما نزل المسيح إلى الأردن لكي يسحق قوة الشيطان. وبالتالي احنا بنعتبر ان الشيطان زي فرعون غرق في هذه المياه، والذي يخرج هو الشعب الجديد المتجه للملكوت. عشان كده كنيستنا بتصر على المعمودية بالتغطيس عشان يبقى ايه؟ دخل في المية، غرق في المية وطلع منها ايه؟ مرة تانية. طقس المعمودية يقوم أساسا على التغطيس والخروج من الماء مصحوبا باستدعاء الأقانيم الثلاثة. التغطيس الرمزي يشير إلى التطهير من الخطية والعماد تطهير وتنقية، ويشير الخروج من الماء أو الصعود منه إلى شركة واتصال الروح القدس الذي يعطي الإنسان التبني. تبني لمين؟ لله. ودي الثلاث حاجات اللي أنا قلت لك عليهم إيه في الأول. القديس كيرلس الأورشليمي يقول أن المعمودية ليست مجرد تطهير من الخطايا ونوال نعمة التبني، بل أيضا مثال لآلام المسيح. هكذا فإنك تأخذ بركة المقدسة في المعمودية الإلهية كما أخذ المسيح من عند الصليب ووضع في القبر المعد له. لقد اعترفت باعتراف الخلاص وغمرت في الماء ثلاث مرات ثم خرجت متشبها بدفن المسيح ثلاثة أيام، وأنك بهذا الصنيع تكون قد مت مع المسيح وقمت معه. وتكون المياه المقدسة مثل قبر وكذلك رحم الأم. يعني هو عايز يقول أن المية دي بتدي الرمزين مع بعض، قبر للإنسان العتيق ورحم أم بتولد الإنسان الإيه؟ الجديد. فالمية بتمثل الحاجتين، قبر للإنسان العتيق ورحم أم بيلد الإنسان الجديد. ودي نقطة مهمة جدا، لأن كلنا اتولدنا في المعمودية على مثال المسيح. كلنا اتولدنا على مثال آدم يوم ما اتولدنا من أمهاتنا. ولو تاخد بالك هتلاقي البشر كلهم لهم صفات واحدة مع اختلاف الشكل أحيانا، لكن كلنا بنتولد مرة تانية على مثال آدم الثاني المسيح من المعمودية. وكل واحد فينا بيتولد وياخد صورة المسيح. وبالتالي لو خدت صورة المسيح لازم أتصرف كما ينبغي لإنجيل المسيح. فالمعمودية مثال للآلام والقيامة. قديس كيرلس الأورشليمي يقول قد نزعتم ثيابكم العتيقة وتدسرتم بثياب بيضاء، هكذا ينبغي لكم أيضا أن تكونوا من الناحية الروحية لابسين الملابس البيضاء. زي ما بيقول النبي ألبسني ثياب الخلاص وكساني بثياب البر. طبعا اللبس الأبيض بيشير أيضا زي ما بقول في سفر الرؤيا للبس الأبيض في السماء. الحياة البيضاء على الأرض هتخلينا نلبس الثياب البيضاء في السماء، فده بيبقى عربون، عربون للحياة السماوية. في نقطة تانية بتتقال برضو عن المعمودية، إنها هي الختم. المعمودية هي الختم. إيه حكاية الختم دي؟ أول حاجة إن أي عبد عشان يعرفوا أن هذا العبد ملك الفلان الفلاني فبيبقى له ختم مميز. صاحب العبيد له ختم مميز بيختم بيه هؤلاء العبيد، وهذا الختم عشان يميزوا إن فلان ده عبد في الحتة الفلانية أو عبد عند الراجل الفلاني.
واحنا كلنا خدنا الختم بتاع المسيح، صرنا عبيد للمسيح، صرنا ابناء لله من خلال المعمودية. واحيانا برضو الرعاة كانوا بيختموا الماشية بتاعتهم، وده موجود لحد النهاردة. فأي مزرعة كبيرة فيها ماشية تلاقي كل يعني قطعة ماشية مختومة بختم المزرعة. برضو كلنا نقدر نقول ان احنا كلنا غنم رعيتك يا الله، عشان كده ختم كل واحد ايه فينا. وهي ختم ايضا كان يختم به الجنود. الجنود في الحرب كان برضو لهم اختام، علشان بعد الشر لما حد يموت يقدروا يعرفوا هو مين وفي اني جزء. واحنا كلنا مختومين وجنود للمسيح. اذا علامة الختم تستعمل للجنود، تستخدم للاغنام، وتستخدم للعبيد. كل ده دليل على الملكية، ان احنا كلنا اشترينا بدم، ولكن ليس دم عادي بل دم حمل بلا عيب. كلنا اشترينا بدم، واصبحنا ملك للذي بذل ذاته لاجلنا. والدليل على كده ان كلنا اتختمنا في المعمودية باسم ربنا يسوع المسيح. يقول لك ليتنا لا نستحي بصليب المسيح، بل واذا اخفى احد اخر ألست تحمل علامته علانية على جبهتك؟ حتى إذا رأى الشيطان هذه العلامة الملوكية فإنه يرتعد ويرتد هاربا. ومن القصص الحلوة اللي موجودة في بستان الرهبان عن الصليب كختم، إن كان في اتنين الدنيا مست عليهم بالليل، فكانوا عايزين يباتوا في حتة، فدخلوا معبد للأوثان وباتوا هناك. واحد منهم كان راهب، قبل ما ينام صلى ورشم علامة الصليب حواليه ونام. التاني كان إنسان وثني ونام جنب الراهب. بالليل جم الشياطين يحاربوا الإنسان الوثني، فصحوه من النوم وابتدوا يعكسوه ويضايقوه، فقال لهم ما تصحوا التاني. قال لهم احنا مش شايفين في واحد تاني. قال لهم لا ده نايم جنبي اهو. قالوا له احنا مش شايفينه. ليه؟ اصل علامة الصليب بتحميه، علامة الصليب بتحميه. عشان كده انا فاكر زمان لما كنا صغيرين كان دايما والدي ووالدتي يقول لك ايه، لما تبقى في حتة لوحدك ارشم الايه، ارشم الصليب، ما تخافش، ربنا معانا، قوته دايما ايه، دايما معانا. ودي نقطة مهمة قوي لازم نبقى عارفينها، ان قوة الصليب شديدة جدا ضد الايه، ضد الارواح النجسة والاشياء الشريرة. في قصة في حياة القديس انبا انطونيوس ابتدت الشياطين تحاربوا بعدة أمور. كان بيحاربوه بالأموال والذهب، كانوا بيحاربوه بمناظر مخيفة، وكانوا بيحاربوه بصور النساء. وهو كان كل مرة بيعمل ايه؟ بيرشم علامة الصليب. وطبعا كانوا يولوا هاربين. لأن علامة الصليب قوة كبيرة. وبالتالي أصبح الختم اللي كلنا اتختمنا بيه هو علامة الصليب في المعمودية. ولو جيتوا لسفر الرؤيا يقول لك كده هنضر المنطقة دي في الأرض. قال لك لا لا لا، استنى، ما تضرش حد إلا لما نحط الختم على كل واحد فيهم ويبتدي يعدوا المختومين.
يقول لك من سبت يهوذا اثنى عشر الف مختوم، من سبت رأوبين اثنى عشر الف مختوم، والشمامسة الحلوين يقعدوا بقى يقولوا ايه مردات اسمها مردات الختوم الختم. علشان الانسان الذي ينتمي لجيش المسيح هو انسان بيحارب الشياطين، انسان مش بقوته بينتصر لكن بقوة مين؟ بقوة ربنا. ودي نقطة لازم نبقى عارفينها كويس، ان حياتنا مرتبطة بالجهاد مع المسيح. حياتنا مرتبطة بالجهاد، مدام كان علينا اسم المسيح توقع ان في حروب وفي ضيقات وفي مشاكل هتقابلها. واحنا لسه الانجيل اللي لسه قاريينه في العشية بيقول سيقدمونكم الى مجامع وولاء من اجل اسمي، من اجل اسم، وشعر من رؤوسكم لا تسقط. عندنا امثلة في العهد القديم او رموز في العهد القديم للمعمودية. اول مثال للمعمودية هو الطوفان. والنجاة كانت لتمن أنفس كانوا جوه الايه؟ جوه الفلك، كانوا جوه الفلك. فالمياه هنا هي عنصر أساسي للحياة وعنصر أساسي للموت. حياة بالنسبة للتمانية اللي كانوا في الفلك، وموت بالنسبة للي كانوا ايه؟ خارج الفلك. المثل التاني اللي في سفر الخروج كلنا عارفينه بتاع الخروج من أرض مصر. بولس الرسول قال كده، قال كأنهم اعتمدوا لموسى في البحر من ناحيتين والسحابة من فوق. كأنهم اعتمدوا في البحر والسحابة وخرجوا من ناحية التانية، وكان علامة موت لمين؟ لفرعون وإيه؟ وقواته. برضو علامة موت وعلامة حياة، حياة للموسى وكل الشعب اللي كانوا معاه، وموت بالنسبة لمين؟ لفرعون وكل القوات اللي كانوا معاه. إذن واضح أن المعمودية هي باب الأسرار. أقول تاني، واضح أن المعمودية هي باب الأسرار. إيه باب الأسرار؟ يعني إيه باب الأسرار؟ يعني هي دي المدخل لكل الأسرار بعد كده، هي دي البداية اللي إحنا بنبتدي بيها علشان ناخد بعد كده بقية الأسرار، سواء بقى كان سر الميرون او سر الافخارستية او سر التوبة وهكذا، كله يجي بعد كده ايه؟ كمجموعة اسرار، لكن الباب الاولاني هو سر الايه؟ المعمودية. اخر نقطة هتكلم فيها ما يسمى قداس المعمودية. حد سمع الكلمة دي قبل كده؟ قداس المعمودية. الحقيقة الكنيسة عشان ما تتقلش على الشعب في صلوات بتتصلى على المية بتاعة المعمودية. يعني ايه؟ يعني مية المعمودية دي مش مية فتحنا الحنفية ملينا المعمودية مية وخلاص، لا، ده احنا صلينا عليها قداس اسمه قداس الايه؟ المعمودية. عادة الناس ما بتكونش جت ابونا والشمامسة بيصلوه لوحدهم قبل ما يجي الاب والام والولد اللي هيتعمد، لانه بياخد حوالي نص ساعة لوحده. يبقى احنا بنصلي على المية بتاعة المعمودية حوالي نص ساعة او يمكن ساعة الا ربع قبل ما يجي الجماعة اللي هيعمده. القداس ده بالظبط قريب قوي من قداس اللقان. طبعا كلنا حضرنا قداس اللقان سواء كان الغطاس او خميس العهد او الرسل. قداس كامل هتلاقي فيه قرايات بولس كسيليكون
إبراكسيس وإنجيل وأجيوس طبعا وإنجيل، هتلاقي جزء بتاع مستحق وعادل، هتلاقي الجزء بتاع أجيوس، وبعدين هتلاقي رسومات على المية، وبعدين في الآخر بنضيف زيت الميرون على المية. يا ابونا هو كل ده ليه؟ أقول لك ليه؟ عشان ربنا يدي لهذه المية قوة اللي ينزل فيها يتولد ميلاد جديد، فالمية دي تبقى مية مقدسة اتصلى عليها قداس كامل، علشان تقدر المية دي اللي ينزل فيها ياخد ايه؟ بنول الله. ولما نخلص المعمودية والناس تمشي، ابونا بيصلي عليها تاني، يا رب خد القوة اللي انت حطيتها دي عشان ترجع تاني مية عادية نقدر نصرفها في الزرع. يعني احنا بنصلي عليها في الاول قداس عشان الروح القدس يحل على المية، تبقى المية دي تقدر اللي ينزل فيها ياخد ايه؟ بنول الله. وفي نفس الوقت بعد ما بنخلص المعمودية خالص والناس تمشي، بنصلي عليها تاني عشان ربنا ياخد هذه القوة مرة اخرى وترجع تاني مية عادية نقدر نصرفها فين؟ نصرفها في الزرع. ده اسمه قداس ايه؟ معمودية. ايه اللي انا عايزك تعرفه من الحدوتة دي كلها؟ ثلاث حاجات مهمين اللي قلتهم في الاول هقولهم تاني في الاخر. المعمودية بتدينا حاجات كتير، بس اهم ثلاث حاجات تعرفهم: غفران الخطايا، بنول الله، سكن الروح القدس في سر التثبيت او سر الميرون اللي بناخده بعد المعمودية. الثياب البيض اللي بنلبسها مش مجرد ثياب من خارجية، لكن لازم تبقى حياتنا من جوه بيضاء. جحد الشيطان اللي بنعمله مش مجرد حدث عملته مرة واحدة، لكن لازم تبقى حياة بتكررها في كل يوم، بتجحد الشيطان وكل يوم بتعترف بالمسيح إلهنا. في سؤال: من فضلك يا سيدنا، ما مصير الطفل الذي انتقل وهو في بطن أمه قبل الولادة بساعات وليس له ذنب هو وأمه في ذلك؟ طبعا ملوش ذنب. أول حاجة، نحن نثق أن الله عادل، نحن نثق أن الله عادل وأنه يحكم في كل الأمور بعدل. بس أنا هسأل نفسي سؤال: هل أنا أعرف إيه اللي ربنا هيعمله؟ أنا شخصيا ما أقدرش أقول حاجة. في حاجات أعرفها أقدر أقول أن دي أعرفها أو الكتاب المقدس ذكرها، وفي حاجات تانية ما أقدرش أقول فيها حاجة. لكن ممكن الطفل أساسا يتولد ميت، يعني مش اتولد حي وبعدين بعد الشر توفى، لا، ممكن يتولد ميت أساسا. ماذا يفعل الله في هذه الأمور؟ نترك هذه الأمور لعدل الله ورحمته. هو هيعمل إيه؟ الله عادل وأحكامه بعيد عن الفحص، ما نقدرش نجزم بحاجة إنها دي تتعمل أو دي ما تتعملش، لأن الموضوع ده في إيد ربنا. طبعا أنا بشكر الأباء، الكنيسة يمكن أكتر من نصها خلص، ابتدت الأيقونات تبان وتلمع. بصراحة ربنا يكمل ويكمل، ونفرح بكنيسة ماري مرقص، بصراحة لها مكانة حلوة في قلبي وفي قلب ناس كتير، لأن طبعا احنا بنيجي نزور الكنيسة هنا من سنين طويلة، وكنت دايما أقول يا ريت الأيقونات دي ترجع لأصلها، فكان بالنسبة لي كانت حلم يعني. فأنا شايف دلوقتي تقريبا أكتر من نص الكنيسة خلص، ربنا يكمل بمجهود الآباء ومجهودكم. لإلهنا الآب والابن والروح القدس كل المجد والكرامة إلى الأبد، أمين.